نعم. ثم يقول رحمه الله في مسائل تتعلق برؤية المؤمنين لله عز وجل يقول: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني البارحة ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، إنما كان بالمدينة هكذا جاء مفسرا. وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث. والمعراج كان بمكة كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبهذا يتبين خطأ قول من يزعم أنه يرى في الدنيا. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه، أي الله تعالى، بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومما يدل على بطلان هذا القول أن موسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤيا فذكر الله سبحانه وتعالى قوله: لن تراني، وما أصاب موسى من الصعق. هذا بيان أن الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة لأهل الإيمان لا تكون في الدنيا، بل هي من نعيم المؤمنين في الجنة. وأما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا النفي يشمل الرؤية في اليقظة والرؤية في المنام على الصحيح من قولي العلماء. وإنما اختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه بعينه التي في رأسه أم لا. وعامة علماء الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه التي في رأسه. وما جاء عن عبد الله بن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين جاء مقيدا، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، يعني بقلبه. ورؤية القلب تختلف عن رؤية العين، وهي دلالة على اكتمال العلم به سبحانه وبحمده، وأن الله تفضل على رسوله أن كمل له العلم به على نحو حصل له به رؤيته بقلبه مرتين. أما الرؤية التي تكون حال اليقظة فقد سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله أبو ذر عن رؤيته لربه: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، نور أن أراه، أي أنه حجبه عن رؤيته النور. وهذا هو الحجاب الذي إذا كشفه جل وعلا رآه عباده المؤمنون يوم القيامة. وبه يعلم أن
أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وإنما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه عامة علماء الأمة وجماهير السلف، والذي عليه تصريح الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ويدل عليه حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم، لم يرى ربه بعينه التي في رأسه يقظة، لم يرى ربه في عينه التي في رأسه يقظة، أما رؤيته في المنام فقد رآه صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث معاذ: رأيت ربي في أحسن صورة. وهل يكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ للعلماء في ذلك قولان. من أهل العلم من يقول إن رؤية الله عز وجل في المنام لا تكون لأحد، وإنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا سبيل له على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعلم الخلق بربه، فلا يلتبس عليه ربه بغيره في المنام، بخلاف غيره فقد يرى شيئاً يظن أنه الله وليس هو جل في علاه سبحانه وبحمده. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الله تعالى لا يراه الإنسان في منامه، ويستدل لذلك بعموم قوله: واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت. والمقصود بالموت هنا الموتى التي تفارق فيها الروح البدن مفارقة كلية، وإلا فالنوم موت، لكنه ليس مرادا في هذا الحديث على الصحيح، لأن إطلاق الموت لا يكون إلا على الموتة الكبرى التي تفارق فيها الأرواح الأبدان، وأما إطلاق الموت على النوم فهو مقيد ولا بد فيه من قرينة، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الله يتوفى الأنفس حين نومها، نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني حين نومها، يقبض الأنفس الأرواح، يقبض الله جل وعلا الأرواح إذا نام الإنسان، ثم ينقسم حال النائم إلى قسمين بالنسبة لروحه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالأرواح بعد النوم على نحوين: ممسكة وهي التي قضى عليها الموت، ومرسلة وهي التي أذن الله تعالى بأن لها أجلاً تقضيه، بأن لها أجلاً تقضيه، ولذلك فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فعلم بهذا أن النوم لا يسمى موتاً بإطلاق، بل لا بد من تقييد أو ما يدل على ذلك. والصواب أنه لا يجزم بأن أحداً يرى ربه في منامه، والأدلة دالة على أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. وأما ما يدعيه بعض الضلال من أنهم يرون الله أو يرون شيئاً يزعمون أنه الله، فهذا كله من الانحرافات. لو كان أحد يرى الله يقظة لمكن الله تعالى موسى وهو من أولي العزم من الرسل أن يراه، حيث قال: ربي أرني أنظر إليه، قال: إيش؟ لن تراني، يعني لا تقدر أن تراني، وهذا في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يرون الله يقظة هم دجالون، لقول الله عز وجل لن تراني لموسى عليه السلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. أما بعد الموت فيقول المصنف رحمه الله في شأن الرؤية يوم القيامة: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:
إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين بعدما تجلى لهم أول مرة، ويسجد المؤمنون دون المنافقين. وهذان الحديثان من أصح الأحاديث. هذا البيان من المؤلف رحمه الله بين بعد أن قرر أن المؤمنين يرونهم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بين مواضع الرؤية. والرؤية يوم القيامة نوعان: رؤية تكون في أرض المحشر في عرصات القيامة، وهذه رؤية تعريف يعرف بها المؤمنون ربهم. وأما الرؤية الثانية فهي رؤية المؤمنين لله في الجنة، وهي رؤية تنعيم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم فضله، وأن يجعلنا من أهل النظر إلى وجهه الكريم في مستقر رحمته. فالرؤية نوعان، وقد أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يعني في أرض القيامة، في أرض المحشر التي يجمع فيها الأولون والآخرون، ثم يرونه بعد دخول الجنة، أي يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة. أما الرؤية التي تكون يوم القيامة نعيما لأهل الجنة، فقد جاء فيها جملة من الأحاديث، منها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه الذي فيه قول الله عز وجل لأهل الإيمان إذا دخلوا الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يعني أن يوفيكم إياه، فيقولون: ما هو؟ وقد بلغوا في النعيم أقصى ما يؤملون وفوق ما يتصورون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقولون: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ تلك عطايا وهبات ونفحات كرم من الكريم المنان جل في علاه. فيقول: ماذا ننتظر بعد هذا وقد بلغنا من العطاء ما ذكروا من كريم عطائه جل في علاه؟ فيكشف الحجاب، وهو الحجاب الذي بين الله وبين خلقه، حجابه النور، لو كشفه جل في علاه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره سبحانه وبحمده. ولهذا لم يقم الجبل لما تجلى له الرب جل في علاه، كما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فليس في الخلق قدرة على القيام لأنوار وجهه، لكن يوم القيامة يهب الله تعالى أهل الإيمان من القوة
ما يتمكنون به من التنعم بنظرهم إليه سبحانه وبحمده. فحال الآخرة مختلفة عن حال الدنيا، فتجليه للجبل في الدنيا دكة، ولكنه في الآخرة يتجلى لعباده، فيكون ذلك من نعيمه وإحسانه وفضله على عباده سبحانه وبحمده. وهذه الرؤية رؤية تنعيم وإكرام وإفضال على العباد. أما الرؤية التي تكون في المحشر فقد ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يتجلى لعباده في القيامة، يتجلى لعباده يوم القيامة فيراه المؤمنون والمنافقون. وهذا التجلي ليس فيه تنعيم بل هو تعريف، يراه المؤمنون في عرصات يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ليعرفوا ربهم جل في علاه. ولذلك عندما ينادي مناد ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الذين يعبدون القمر القمر، والذين يعبدون الشمس الشمس، والذين يعبدون الأصنام، يخيل لهم ما كانوا يعبدونه من الأصنام فيتبعونهم فيلقون في النار نعوذ بالله من الخذلان. تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب وفيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول ما تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا. حين ذلك يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من الذي لا يستطيع السجود؟ هم أهل النفاق لا يتمكنون السجود، أما أهل الإيمان فيعرفون ربهم فيسجدون له سبحانه وبحمده إجلالاً وتعظيماً، ثم يجوزون الصراط. وهذا ما يكون من رؤيته في عرصات يوم القيامة. هل يرى الكافرون الله عز وجل يوم القيامة؟ العلماء في هذا لهم قولان، لكنهم متفقون على أن رؤية الكافر لربه يوم القيامة على القول بثبوتها ليست رؤية تنعيم، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه أن رؤية التنعيم والإكرام لا تكون إلا لأهل الإيمان. وأما ما جاء من أن الكفار يرون الله عز وجل فهي رؤية عقوبة ورؤية تحسير، واستدلوا لذلك بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجب لا يكون إلا بعد رؤية، فيرونه ثم يحجب عنهم، يرونه رؤية تعريف ثم بعد ذلك يحجب عنهم، فلا يكون من العذاب أشد عليهم من احتجابه عنهم سبحانه وبحمده. ولذلك لما ذكر عذابهم ذكر في أول ما ذكر حجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا قال العلماء إنه لا يطلق القول برؤية الكفار ربهم، يعني لا يقال على وجه الإطلاق إن الكفار يرون الله عز وجل، لأن إطلاق هذا اللفظ لا يكون إلا على إيش؟ على رؤية التنعيم والإكرام، وهذه لا تكون لأهل الكفر والإلحاد والشرك، إنما تكون لأهل الإيمان. هذا ما يتصل بهذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل وأقسامها. الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية تعريف، وهذه أين؟ في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، ورؤية التنعيم لا تكون إلا في الجنة. طيب لماذا لا يقال إن كلا الرؤيتين رؤية تنعيم؟ الجواب على هذا أن أهل الجنة عندما يقول لهم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ماذا يقولون؟ يقول ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟
ألم ينجنا من النار ولم يذكروا ألم يجعلنا نراه. فدل هذا على أن الرؤية التي في أرض المحشر ليست رؤية تنعيم بل هي رؤية تعريف. نعم. ومن المعلوم أن رؤية المؤمنين لله تعالى في العرصات ليست نظير ما يكون لهم إذا دخلوا الجنة، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفها، ورؤيته سبحانه هي أعلى نعيم أهل الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. ومما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل يرى الكفار الله تعالى يوم القيامة في العرصات؟ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستري. وعلى كل حال فليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، لكن ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين: أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثوراً عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثوراً. الثاني أن الحكم إذا كان عاماً ففي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان من أن يخص ما يستقدر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته. المؤلف بعد أن عرض الخلاف في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة أشار إلى أنه لا يسوغ أن يطلق رؤية الكفار لربهم يوم القيامة لأمرين: الأمر الأول أن الرؤية إذا أطلقت لا تطلق إلا في مقام التنعيم والإكرام، وهذا لا نصيب فيه للكفار. الأمر الثاني أن الحكم إذا كان عاماً فإن تخصيص بعض أفراده
بما يوهم الاختصاص مخالف لطريقة القرآن ولإجلال المقام الذي يستحقه من أضيف إليه الخبر وهو الله جل في علاه. ولهذا يقول أن الحكم إذا كان عاما ففي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فالله تعالى خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، لكن لو قال قائل الله خالق الخنازير كان في هذا التخصيص مع أنه مندرج في العموم ما لا يتناسب فيما يضاف إلى الرب جل في علاه. ولهذا قال خروج عن القول الجميل، ولهذا يمنع التخصيص في مثل هذا المقام لما يوهمه من التنقيص. فكذلك فيما يتعلق بالرؤية، يرى الناس ربهم على أحد القولين، يرى الناس ربهم مؤمنهم وكافرهم في عرصات يوم القيامة رؤية تعريف، لكن هذا لا يسوغ أن يخص بهذا الكفار، والسبب في ذلك أن الرؤية تطلق في مقام الإنعام والإكرام، وأن في تخصيص مثل هذا خروج عن القول الجميل الذي ينبغي أن يتفاداه ويمتنع منه المؤمن فيما يذكره في حق ربه جل في علاه. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله في شأن الرؤية، وخلاصته أن أهل الإيمان يوقنون بما أخبر به القرآن وبما جاء به الخبر عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وكل من منع رؤية الله عز وجل يوم القيامة من أهل الإيمان في الجنة فإنما وصل إلى ذلك بخيالات فاسدة وظنون كاذبة وأوهام ضالة. فالمؤمنون يقرون بما دل عليه القرآن من رؤيتهم للرب جل في علاه دون أن يلزم على ذلك أي لازم باطل. والذين اخترعوا اللوازم الباطلة فروا عن ذلك بتأويلات باردة وتحريفات خرجت بالنص عن مدلوله، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، زعموا بذلك تنزيه الله، وقالوا إن إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل تقتضي معاني فاسدة، وهذه المعاني الفاسدة لا يمكن أن تلزم على قول الله وقول رسوله. وليوقن المؤمن أن كل لازم باطل فالنص منه بريء، القرآن والسنة منه بريئان. فالذي أخبر برؤية المؤمنين ربهم من؟ الله جل وعلا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الله يقول جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سمع ذلك الصحابة ولم يقل أحد منهم يا رسول الله كيف هذا يستلزم كذا أو يستلزم كذا من اللوازم التي يقترحها أولئك المحرفون لهذه الأخبار الخارجون عن دلالتها من إثبات عظيم فضل الكريم المنان جل في علاه. بل آمنوا بذلك وأقروا به وأخبروا به نقلا كما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يجب على المؤمن أن يسلم للنصوص وألا يقبل فيما دلت عليه النصوص، وأجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين، لا يقبل تشغيب مشغب ولا إرادة مورد، بل كل من أورد على النص وهما أو أورد عليه خيالا فاسدا أو ظنا كاذبا يقال تعال أين هذا الوهم وأين هذا الخيال عن قول سيد الأنام الذي هو أنصح الخلق للأمة وأفصح المتكلمين صلوات الله وسلامه عليه من نصيحته، وهو الذي وصفه الله بكمال النصح للأمة أن يبين عدم إرادته لما تقول أو أن يبين ما قلته من تحريف الكلمة عن مواضعه. لكن هؤلاء عميت بصائرهم عن
إدراك الجلال والجمال والكمال في قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جعلوا قوله يلزم عليه تلك اللوازم الباطلة التي يزعمونها فينفون ما أثبته الله تعالى في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه في صحيح سنته، وما اجتمع عليه عقد أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فليحذر المؤمن، لأن الذين ينفون رؤية الله عز وجل يأتون بشبهات ويأتون بتشغيبات وتشكيكات، كلها قد تبدو لبعض الناس أنها حجج وبراهين، وهي كما قال الشاعر: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور، ما فيها شيء يقوم، إنما هي إرادات وأوهام ليس لها حقائق ولا فيها برهان. فالنور في قول الله، النور في قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، النور فيما اجتمع عليه عقد سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم خير القرون، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلنلزم ما كانوا عليه في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل، فإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلامة ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا يتكلم المؤلف رحمه الله في الفصل القادم عن الإيمان باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان وأصوله، ونجعله إن شاء الله تعالى في لقاء قادم.